بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة الاجتماع 14 بتاريخ 15/1/2018، وذلك للتصويت على تقرير اللجنة بخصوص ما ورد إليه من تكليف من مجلس الأمة، وبحضور رئيس اللجنة صلاح خرشيد ومقرر اللجنة سعدون العتيبي والأعضاء أسامة الشاهين وفيصل الكندري وعمر الطبطبائي. توصيات اللجنة بالنسبة للمحور الأول العلاج بالخارج، عدد 10 توصيات، ومن ضمن هذه التوصيات إحالة وكيل وزارة الصحة السابق والوكيل المساعد للشؤون المالية ومدير إدارات العلاج بالخارج المتعاقبين من سنة 2013 إلى سنة 2017 إلى النيابة العامة ومكافحة الفساد. توصيات المحور الثاني التجاوزات التي أدرجها ديوان المحاسبة في بيانات الحساب الختامي لوزارة الصحة للسنة المالية 2015-2016، عدد 9 توصيات. توصيات المحور الثالث المكاتب الصحية بالخارج باريس، فرانكفورت، واشنطن، لندن، عدد 25 توصية، من ضمنهم إحالة وكيل وزارة الصحة السابق، الوكيل المساعد للشؤون المالية، الوكيل المساعد للقانونية سابقا، رئيس المكتب الصحي في فرانكفورت سابقا، الملحق المالي في فرانكفورت سابقا، الملحق الصحي في واشنطن، إلى النيابة العامة ومكافحة الفساد. توصيات المحور الرابع صندوق إعانة المرضى، عدد 9 توصيات، من ضمنهم إحالة كافة مستندات التحقيق الخاصة في هذا المحور إلى هيئة مكافحة الفساد. توصيات المحور الخامس عقود التمريض، عدد 9 توصيات، من ضمنهم إحالة وزير سابق إلى محكمة الوزراء وفقاً لأحكام المادة رقم 1 والمادة رقم 2 من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، وإحالة وكيل وزارة الصحة السابق ومدير إدارة الخدمات التمريضية السابق ومدير العقود الخاصة السابق والشركات التي تم التعاقد معها خلال الفترة من سنة 2013 إلى سنة 2017 إلى النيابة العامة ومكافحة الفساد. توصيات المحور السادس عقد عافية، عدد 4 توصيات، من ضمنها توصية وزارة الصحة بتشكيل لجنة للتحقيق في كافة المخالفات الواردة بهذا التقرير وتقارير ديوان المحاسبة في شأن هذا المحور، وأن يتم تزويد المجلس بالتقرير النهائي للتحقيق. توصيات المحور السابع مشروع توصية مستشفى العدان، عدد 6 توصيات، من ضمنها إحالة وزير سابق إلى مكافحة الفساد وإحالة وكيل وزارة الصحة السابق، الوكيل المساعد للشؤون القانونية السابق، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع إلى مكافحة الفساد. في الختام قررت اللجنة إضافة توصية إلى المجلس بطلب الموافقة على استمرار عمل اللجنة لمدة سنة، وذلك لمتابعة تنفيذ التوصيات. وشكرا للجميع.